السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي على منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم، وحصة جديدة من حصص شرح الدراسات الاجتماعية. وأفكركم إن إحنا كنا بدأنا امبارح في درس جغرافيا، الدرس الثاني في جغرافيا، وكان بعنوان أنواع السياحة في مصر. تعالوا نكمل مع بعض رحلتنا في مصر الجميلة. احنا شفنا اماكن جميله قوي ممكن السايح يحبها في بلدنا ويروح يزورها اكتر من مره، وكمان في اماكن تانية. ايه رايكم نيجي نشوف يا ترى ايه الاماكن التانية اللي ممكن السائح يحب يجي يزورها، ومش علشان يتفسح، لا، في اغراض تانية، زي ما احنا اتفقنا ان السياحه هي لاغراض كتيره قوي قوي. تعالوا نكمل حصتنا، واول حاجه طبعا بنفتكرها مع بعض هي اهداف الحصه اللي احنا مفروض نطلع بيها من الدرس. أول حاجة طبعا يا ولاد لازم تعرفوا عنوان الدرس اللي هو أنواع السياحة المختلفة. طبيعي إن عنوان الدرس هو عايز يعرفك أنواع السياحة، فبعد ما تخلص الدرس ونشرحه ونفهمه ونذاكره كويس، انت مفروض تكون عارف كويس قوي قوي ايه هي أنواع السياحة المختلفة. اتنين، عايزاك تقولي أمثلة كتير بقى عن الأماكن السياحية المختلفة في مصر والسائح بيحب يجي يزورها وبيحبها، أنت كمان ممكن تروح تحب تزورها كتير. على فكرة يا أولاد أنا عايزة أفرق لكم ما بين حاجتين، في حاجة اسمها سياحة داخلية وفي حاجة اسمها سياحة خارجية. يعني السياحة الداخلية دي لو إحنا رحنا زورنا أماكن جوه البلد، جوه بلدنا، دي اسمها سياحة داخلية. أنا ما خرجتش بره البلد بتاعتي، أنا رحت شفت الأماكن بتاعتي، أماكن بلدي رحت زرتها وشفتها. أما السياحة الخارجية فأنا بقى أسافر من بلد إلى بلد وأنتقل إلى بلد أخرى وأروح أشوف بقى يا ترى إيه هي الأماكن اللي في البلاد المختلفة. تالت حاجة عايزاك تعرفها إن أنت تحدد على خريطة مصر أهم المدن السياحية اللي موجودة، زي كمان اللي احنا عملناها امبارح على خريطة مصر، المدن بتاعة البحر المتوسط والمدن بتاعة البحر الأحمر، فاكرينها؟ طيب رقم 4، عايزاك كمان تقولي وتفسر لي ايه سبب حب السياح في الأماكن السياحية؟ يا ترى بيحبوا يروحوا يزوروا الأماكن الصحراوية ليه؟ الصحراء ايه اللي بيخلي السائح يحب يروح يزور الصحراء؟ ايه الجميل يعني في الصحراء؟ ايه اللي بيشده في الصحراء؟ كمان عايزاك تحافظ على آثار بلدك وتحافظ على الأماكن السياحية في مصر، وده مهم جدا جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة ان شاء الله. طبعا زي ما لازم نفتكر كلمة سياحة يعني إيه؟ هي السفر لأغراض مختلفة، منها الترفيه أو العلاج أو الاستفادة العلمية أو لأغراض دينية. يعني السائح دوت ممكن يجي لأغراض كتيرة قوي، مش لازم علشان يتفسح بس. خدنا أول نوع امبارح يا شباب، نفتكر مع بعض أهو، السياحة الثقافية. وكمان خدنا يعني إيه سياحة ثقافية، مهم جدا التعريفات. السياحة الثقافية يا أولاد هي السياحة التي بتهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة. وقلت لكم السائح بيحب يجي يثقف نفسه، يزود معلوماته في مصر. تعالوا نشوف يا ترى لو دوسنا على السياحة الثقافية نفتكر مع بعض ايه هي انواع السياحة الثقافية، ودي مهمة جدا جدا ان انتوا تعرفوها وتركزوا فيها. من انواع السياحة الثقافية هي السياحة التاريخية وسياحة المؤتمرات وسياحة المهرجانات والمعارض، وشرحناها امبارح بالتفصيل. وقلنا مثلا ان السياحة التاريخية، يلا اكتبوا لي امثلة في التعليقات، زي مثلا زيارة الآثار، وعندنا آثار كتير في مصر والمتاحف كمان، المتاحف المتخصصة. وفهمنا يعني إيه كلمة المتاحف المتخصصة. كمان قلت لكم سياحة المؤتمرات، ومصر بتتميز جدا وبتشتهر بهذا النوع من السياحة. ده كمان الدول العالم كله بتشهد لمصر إن هي متميزة في هذا النوع من السياحة، وإن مصر عندها سياحة مؤتمرات. يا ترى إيه هي سياحة المؤتمرات؟ قلت لكم إن إحنا بنستضيف أعضاء من دول العالم مثلا يجوا يتناقشوا معانا في موضوع مهم في مصر. خلاص كده، ده غير ان كمان جامعة الأزهر بتستضيف طلاب كتير من كل أنحاء العالم بهدف الدراسة. ثالث نوع من أنواع السياحة الثقافية هي سياحة المهرجانات والمعارض، وقلنا طبعا أمثلة عليها امبارح، زي مهرجان صيد السمك ببورسعيد، لازم تعرفوا هو فين بالظبط، المثال اللي عندكم في الكتاب ممكن يسألك هو مهرجان صيد السمك دوت في محافظة ايه؟
تمام كده. كمان خدنا انواع مهرجانات اخرى زي المهرجانات الفنيه والمهرجانات الدينيه، المعارض، وخدنا زي معرض الكتاب الدولي، معرض القاهره الدولي للكتاب اللي بيتعمل كل سنه، وكل السياح او كل الناس بتحب تيجي تزور معرض الكتاب وتشوف ايه هو كل جديد. دي السياحة الثقافية اللي احنا خدناها امبارح وشرحناها بالتفصيل. كمان خدنا تاني نوع عندنا من انواع السياحة، هي السياحة الترفيهية، ومن اسمها يا ولاد هي السياحة اللي بتهدف الى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي. طب يا ترى ايه انواع السياحة الترفيهية؟ تعالوا نشوف. اتفقنا ان في 4 انواع من السياحة الترفيهية: سياحة الشواطئ، وسياحة السفاري، والسياحة البيئية، والسياحة النيلية. امبارح يا شباب خدنا أول نوعين وتالت نوع كده، يعني تعرفنا عليه في فيديو لذيذ كده في الآخر، وقلنا هنكمل إن شاء الله النهاردة. طيب كنت سألتكم امبارح سؤال في التعليقات، يا ترى ايه الفرق ما بين سياحة الشواطئ والسياحة النيلية؟ طبعا برافو عليكم ولاد، كتير جاوبوا على السؤال، انا مبسوطة منكم جدا جدا. طبعا سياحة الشواطئ اللي بتكون على البحار، على سواحل البحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، صح كده؟ ودوت اللي احنا خدناه امبارح، ان مصر بيطل عليها بحرين من اهم بحار العالم، البحر المتوسط. ودينا أمثلة للمدن اللي موجودة على البحر المتوسط، ودي مهمة برضو في الخريطة يا شباب، وده إن شاء الله هنلعبه بلعبة. أنا مجمع لكم الخريطة في لعبة زي ما احنا متعودين مع بعض، ان احنا نركز على المعلومات او نثبت المعلومات بألعاب، بألعابنا الجميلة. كمان طب السياحة النيلية، طب ايه هي؟ طبعا دي اللي قايمة من اسمها، السياحة اللي موجودة على نهر النيل، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله كمان شوية. تعالوا نكمل انواع السياحة الترفيهية. اتفقنا ان سياحة الشواطئ، واتكلمنا عن سياحة السفاري، وقلنا ان سياحة السفاري هي زي ما انتوا شفتوا الصورة امبارح، عبارة عن صحراء. السياح بيحبوا المغامرة، بيحبوا يتجولوا في الصحراء ويروحوا هنا ويروحوا هنا ويشوفوا أنواع من الطيور الجديدة اللي مش موجودة حوالينا هنا في المدن وفي الريف. في الصحراء أنواع كتيرة نادرة، وأنواع كتيرة يا أولاد ممكن ما نلاقيهاش في وسطنا هنا. فالسياح بيحبوا يروحوا يكتشفوا كل جديد، بيروحوا كمان للمناطق الجبلية وبيحبوا يتسلقوا الجبال ويحبوا يعيشوا جو المغامرة اللذيذ ده. كمان اتفقنا ان في سياحة بيئية، تعالوا بقى نراجع على السياحة البيئية من البداية ونشوف يا ترى هي عبارة عن ايه، ونكمل كمان السياحة النيلية. طيب تعالوا كده نشوف. السياحة الترفيهية طبعا تالت نوع عندنا السياحة البيئية، ومن اسمها يا ولاد نفهم ايه يعني سياحة بيئية، يعني بيئة مشتقة من البيئة او ليها علاقة بالبيئة، صح ولا غلط؟ يبقى إذن السياحة البيئية يا شباب هي بتقوم على زيارة المحميات الطبيعية ذات الظروف البيئية المتميزة، ويوجد في مصر العديد منها. طيب المحميات الطبيعية احنا قلنا يعني إيه محمية طبيعية؟ محمية طبيعية يا شباب معناها إن منطقة، مساحة محدودة من الأرض أو المية، مش شرط تكون الأرض فقط، مش شرط تكون يابس بس بنمشي عليه، لا ممكن تكون مية كمان. طب مالها المية ومالها الأرض ديت؟ المساحة دي من الأرض أو المية، المساحة يا أولاد من الأرض أو المية بتتميز بوجود كائنات حية زي طيور أو حيوانات أو نباتات، بتكون ليها قيمة ثقافية وعلمية ومهددة بالانقراض. وقلت لكم يعني ايه انقراض؟ يعني ممكن تنتهي، يعني لو الحيوان دوت مات ممكن ما نلاقيش زيه تاني في العالم، فبيجيبوه او في الدولة يعني دي، فبيجيبوه يا اولاد الدولة بتجيبه وبتحافظ عليه في المحمية الطبيعية علشان تحميه من الانقراض او تدهور صحته. فهي بتحميه بقى، بتغذيه كويس، بتراعيه رعاية طبية كويسة بحيث ان هو يتكاثر ويكون عندنا انواع تانية منه وما ينقرضش. دي اسمها محمية طبيعية، دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها محمية طبيعية، تمام كده. يبقى ايه هي السياحة البيئية؟ السياح بقى بيحبوا جدا يجوا يشوفوا كل جديد في المحميات. طب مصر يا ترى فيها محمية طبيعية
اه طبعا مصر فيها مش محمية واحدة، مصر فيها 30 محمية طبيعية على مساحة 15% من مساحة مصر. يبقى مصر فيها كم محمية يا أولاد؟ 30 محمية طبيعية. طب إيه رأيكم نيجي نتعرف على أشهرهم؟ إحنا طبعا مش هنقول أسماء الـ30 كلهم، بس لو بحثتوا على جوجل تمام هتلاقوا كتير قوي قوي يا أولاد محميات جميلة قوي في مصر، وفيها حاجات حلوة قوي في مصر. تعالوا نشوف كده يا ترى المحميات الطبيعية، أشهر المحميات الطبيعية اللي موجودة عندنا في مصر اسمها إيه وعبارة عن إيه. طيب امبارح لو تفتكروا الفيديو اللي احنا خدناه كان محمية ايه من الاسهم دي كلها؟ ها يلا قولوا لي في التعليقات اشوفكم لسه فاكرين ولا لا. الفيديو اللي احنا عرضناه في نهاية الحصة بتاعت امبارح، يا ترى فاكرين كان اني سهم بالظبط؟ برافو عليكم يا شباب، كان ايوه كان هنا كده. السهم دوت طبعا عبارة عن ايه؟ هو محمية وادي الحيتان بالقرب من وادي الريان بالفيوم. يعني هو هنا كده قريب في المنطقة هنا دي كده يا ولاد، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو امبارح. ولو حابين انزل لكم الفيديو في التعليقات ان شاء الله هنزله لكم علشان تتفرجوا عليه تاني وتالت وتعيدوه وتستفيدوا منه ان شاء الله. يبقى هنا السهم اللي انا دوست عليه ده، دي محمية اسمها محمية وادي الحيتان، وموجودة فين؟ وادي الحيتان دي موجودة فين؟ بالقرب من وادي الريان بالفيوم. طيب شايفين الصورة دي؟ اهي الصوره اهي اللي انتوا شايفينها دي يا اولاد، ليه اتسمت بوادي الحيتان زي ما انتوا شفتوا في الفيديو امبارح؟ يلا قولوا لي في التعليقات، انا متاكده ان انتوا فاكرين وشطار وهتقولوا لي. محميه وادي الحيتان يا اولاد اتفقنا ان المنطقه دي كانت موجود زمان قوي 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 من ملايين السنين، موجود بحر كان اسمه تيسيس. والبحر دوت يا شباب لما تكبروا شويه هتعرفوا هو كان موجود فين يعني موجود ليه او بين ايه بالظبط، المعلومة كاملة. المهم البحر دوت خلاص اختفى، وطبعا كان فيه كائنات حية موجودة فيه. فلما جم اكتشفوا بقى مصر جت اكتشفت المنطقة، لقوا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط يعني عمود فقري لحوت مثلا، تمام، بقايا للكائنات الحية اللي كانت عايشة من ملايين السنين. طبعا كانت لازم الدولة تحمي المنطقة دي لأن ده أثر، ده أثر مهم جدا جدا، صح ولا غلط؟ طيب إيه تاني من المحميات الطبيعية اللي عندنا في مصر؟ يا ترى نختار أي سهم؟ ها تعالوا نشوف المحمية دي كده اللي جنبها، دي محمية يا أولاد اللي عند السهم دي اسمها محمية وادي دجلة. اسمها محمية إيه؟ وادي دجلة. طب إيه تاني؟ السهم ده دي هنا في جنوب شبه جزيرة سيناء، محمية اسمها سانت كاترين. محمية اسمها سانت ايه؟ كاترين. وادي الصورة يافطة كده مكتوبة محمية سانت كاترين. فدي محمية سانت كاترين، كل واحدة من دول يا شباب لو دخلتوا على اليوتيوب ودخلتوا على جوجل هتلاقوا فيديوهات ناس بتوريكوا المحمية نفسها فيها ايه. طبعا المحميات دي فيها كائنات نادرة جدا، نباتات على فكرة نادرة جدا وجميلة جدا جدا، وحيوانات نادرة جدا. طب ايه تاني عندنا؟ طب تعالوا نشوف السهم دوت هنا يا شباب. السهم ده موجود محمية اسمها محمية سيوة. طبعا هنا كمان موجود المنطقة دي موجود فيها محمية اسمها سيوة، وواحد سيوة طبعا. طيب اهي طبعا فيها حاجات كتيرة نادرة وفيها حاجات كتيرة جميلة قوي، كائنات حية يا اولاد حلوة قوي السياح بيحبوا يتفرجوا عليها. هنا بقى في السهم ده محمية اسمها محمية الصحراء البيضاء، وانا هوريكم صور دلوقتي عن الصحراء البيضاء وليه اتسمت كده. يا ترى ليه اتسمت باسم محمية الصحراء البيضاء وموجودة بمحافظة الوادي الجديد؟ يبقى السهم دوت اهو يا ولاد اهي، بصوا الصخرة دي كتير بقى هناك شكل الصخور دي كده، عشان كده اتسمت الصحراء الايه البيضاء. فيها صخور جميلة جدا جدا بلون الابيض الجميل اللي انتوا شايفينه ده، السياح بيحبوا يجوا يكتشفوا ايه الصخور دي وايه الشكل ده وايه المنظر ده واشكال الجميلة دي. يبقى دي اسمها محمية الصحراء الايه البيضاء بمحافظة الوادي الجديد. تعالوا نشوف الاسهم الباقيه هنا كده عند بحيره ناصر، فوقيها كده يا ولاد وعند السد العالي وفي اسوان هنا ماشي. محميه اسمها محميه سالوجه باسوان، محميه اسمها محميه سالوجه باسوان، وفيها طيور كتير جدا جميله وطيور نادره. نادره يعني ايه؟ يعني مش موجوده كتير، كلمه نادره كائنات نادره يعني مش موجود منها كتير.
تمام كده. كمان يا أولاد الطيور المهاجرة بيجي أصناف من طيور متنوعة مختلفة بتبقى موجودة هنا أو بتتنقل في الوقت اللي هو في هجرة الطيور، فبرضو فيها حاجات كتيرة قوي حلوة في محمية سالوجة موجودة بمحافظة أسوان. مهم جدا إن أنت تعرف المحافظات. طيب السهم دوت محمية اسمها محمية وادي العلاقي، وأهي وهنا السهم دوت يا أولاد محمية جبل علبة، والصورة بتاعتها أهي. يبقى احنا عندنا محميات كتيرة في مصر. احنا قلنا لحد دلوقتي كام محمية، يلا اللي شاطر بقى نبيه كده وعنده سرعة بديهة يقول لي احنا قلنا لحد دلوقتي كام محمية. ها اللي هيقول بسرعة يقول لي من انا ما عدتش، يعني يقول لي انا ما عدتش، احنا اخدنا كام محمية لحد دلوقتي في الخريطة. عدوا بقى وشوفوا احنا اللي كتبتوه صح ولا غلط، احنا خدنا كام محمية، اشوفكم مركزين معايا ولا لا. يبقى احنا خدنا ايه يا اولاد؟ خدنا محمية اسمها محمية وادي الحيتان، تمام كده. خدنا محمية اسمها محمية سيوة، ومحمية الصحراء البيضاء، محمية سالوجة بأسوان، ومحمية وادي العلاقي، محمية جبل علبة، كمان خدنا هنا في جنوب شبه جزيرة سيناء محمية اسمها محمية سانت كاترين، ومحمية وادي دجلة. خلاص يا شباب، يبقى دي كده المحميات، أشهر المحميات الطبيعية اللي عندنا فين؟ في مصر. أهي أولاد بصوا، دي موجودة، دي صخور بيضة زي ما انتوا شايفين كده أهي، بصوا شكلها جميل إزاي؟ سبحان الله، يعني جميلة جدا. فالسياح طبعا بيحبوا يتفرجوا على الأشكال دي. اللي راح محمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد يقول لي في التعليقات، يعني يقول لي راحة وشاف الأشكال بتاعت الصخور دي ولا لأ وهكذا. خلاص تعالوا كده نشوف بقى احنا كده. يبقى احنا خدنا كده في السياحة الترفيهية يا شباب سياحة الشواطئ وسياحة السفاري والسياحة البيئية اللي خاصة بالمحميات وزيارة المحميات الطبيعية، وعرفنا أشهر المحميات اللي موجودة في مصر ايه. طبعا مش كلها، احنا قلنا في 30 محمية طبيعية ما قلناهمش كلهم. تعالوا نشوف بقى رابع نوع من أنواع السياحة الترفيهية، هي السياحة النيلية. طبعا من اسمها سياحة نيلية، يبقى طبعا لها علاقة بالنيل، بنهر النيل، صح ولا غلط؟ يبقى بتتمثل في رحلات المراكب الصغيرة، الناس اللي بتركب مراكب صغيرة وبتتجول في النيل كده وتتفسح في النيل، أو البواخر النيلية، السفينة زي السفينة الكبيرة كده يا أولاد، والفنادق العائمة. في فندق بيبقى عايم بيحصل فيه مناسبات في نهر النيل، دي كلها السياح بيحبوا يتفرجوا عليها، وخاصة فين بقى؟ بين الأقصر وأسوان. يا سلام، يقعدوا بقى يركبوا كده سفينة ولا باخرة يا أولاد نيلية جميلة، والباخرة ماشية كده في النيل، تخيلوا معايا، ويشوفوا بقى المدن الجميلة على جانبي نهر النيل، بيبقى منظر رائع جدا. ده غير المية والجو، يعني الهواء بيبقى طبعا، الفسحه بتبقى جميله قوي قوي، وبيتفرجوا وبيتعرفوا على حاجات حلوه قوي. وطبعا في القاهره كمان بتحصل نفس الحكايه اللي موجود في القاهره اكيد، او ممكن تكون برضو رحت رحله زي دي، رحله نيليه مع مثلا اهلك، مع رحله مدرسيه، في اي حاجه ممكن تكون رحت برضو ركبت مركب في النيل واتفسحت فيها. السياحة النيلية دي بتتيح للسياح التعرف على معظم مدن مصر. ليه؟ لأن نهر النيل كده يا أولاد، ومدن مصر حوالين نهر النيل على جانبي نهر النيل، فبيتفرجوا أثناء ما الباخرة ماشية، وهم طبعا بيتفرجوا نهر النيل أهو على الخريطة، نهر النيل في النص أهو اللي أنا بشاور لكم عليه، تعالوا أكبر لكم الخريطة أهو اللي أنا بشاور عليه ده. طبعا يا اولاد نهر النيل دوت، تخيلوا بقى السائح بيتنقل بباخره في الميه، وبيشوف المدن اللي حوالين نهر النيل، بيشوف المدن اللي حوالين ايه؟ نهر النيل. فدي طبعا حاجه مهمه جدا جدا، ومن ضمن طبعا الحاجات المهمه اللي السائح بيحب يجي يشوفها. وزي ما قلت لكم خاصه بين الاقصر، الاسهم دي الاقصر او السهم انا بشاور عليه اهو، السهم دوت اهو الاقصر، بين الاقصر واسوان، وفوق هنا القاهره، تمام كده. طيب طبعا دي من انواع السياحه الايه؟
السياحة الترفيهية زي ما احنا اتفقنا. يبقى تعالوا نراجع مع بعض لحد دلوقتي احنا خدنا ايه بقى؟ خدنا السياحة الثقافية وخدنا السياحة الترفيهية بأنواعهم كلهم. طيب ناقص لنا ايه؟ ناقص السياحة الرياضية والسياحة الطبية. تعالوا نشوف السياحة الرياضية عبارة عن ايه؟ من اسمها طبعا سهلة جدا جدا، تخيلوا معايا يا ترى عبارة عن ايه؟ عبارة عن سياحة ليها علاقة بالرياضة. ايا كان نوع الرياضه ده ايه، هندي امثله عليه دلوقتي. بس بطولات بقى رياضيه كبيره زي كره القدم، رياضات مختلفه، كره السله، دي كلها يا اولاد ليها علاقه برياضات. ده كمان خلوا بالكم ان في حاجه اسمها رياضات مائيه، رياضه مائيه، في حاجه اسمها ايه؟ ايوه رياضه مائيه. وفي حاجه اسمها سياحه الغوص، يعني السائح بيحب يجي يلبس بدله الغوص وينزل بقى تحت البحر الاحمر بقى مثلا. هو حتى هنا بيقول لك على سواحل البحر الاحمر لان في شعاب مرجانيه بيبقى شكلها جميل جدا، ده غير السمك الملون والميه الجميله الصافيه، فالسائح بيحب يجي يعيش الجو دوت. طب يا ترى لازم السائح يكون هو اللي بيمارس الرياضه؟ لا مش مشكلة، ممكن يكون بيشاهدها يعني بيتفرج عليها. يعني مثلا في بطولة لكرة القدم، بطولة مثلا مصر منظمة بطولة الكأس مثلا الأمم الأفريقية ولا كأس العالم ولا أي كان يعني. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن السياح بييجوا يتفرجوا ويشجعوا الدولة بتاعتهم، صح كده، اللاعبين بتوعهم. فبالتالي دي اسمها سياحة رياضية، اسمها سياحة ايه يا ولاد؟ رياضية. يبقى استضافة البطولات الدولية وسيلة جذب سياحي للمهتمين بممارسة الرياضة او بمشاهدتها. يعني مش شرط انت تمارس الرياضة بنفسك، انت مجرد ما بتتفرج على الرياضة دي برضو ممكن تكون بتعتبر سياحة. من امثلة بقى السياحات السياحة الرياضية اللي احنا اتكلمنا عنها زي سياحة الغوص، اهي السائح بيحب زي ما انتم شايفين كده يا ولاد، بصوا كده اهي الشعاب المرجانية تحت اهيت يا اولاد، والسائح بيحب يجي طبعا يتفرج ويلبس بدلة غوص واكسجين اهوت علشان يتنفس تحت المية، وحاجة بتبقى جميلة قوي قوي وشكلها حلو قوي يا اولاد، ويكتشف بقى كل الانواع اللي تحت البحر عاملة ازاي، او المية بتبقى عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي، بيستمتع جدا. طب ايه تاني من انواع السياحة الرياضية؟ عندنا كمان بطولة كأس العالم للشباب 2009 حصلت يعني، ومصر استضافت بطولة لكأس العالم للشباب سنة 2009، وده برضو تعتبر من أنواع السياحة الرياضية. عندنا السياحة كمان يا أولاد، أو بطولة من أنواع البطولات يعني اللي عندنا، بطولة اسمها بطولة الأهرام الدولية للإسكواش، وأنا هوريكم فيديو دلوقتي عن رياضة الرياضة اسمها الإسكواش علشان لو محدش يعرفها. يعني في رياضة كده حلوة قوي في ناس كتيرة جدا بتحبها اسمها الاسكواش، فانا هوريها لكم دلوقتي فيديو صغير جدا يعني، تمام. فدي بطولة اسمها بطولة ايه؟ الاهرام الدولية، واعرفوا اسمها لانها مهم يعني. طبعا كرة القدم، يعني كلكم بقى بتحبوا كرة القدم، بطولة افريقيا لكرة القدم سنة 2006. يبقى حصلت بطولة كأس العالم للشباب علشان تبقوا فاهمين وتفرقوا 2009، وطبعا الولاد بقى اللي معانا هم اللي هيساعدونا في كرة القدم والكورة بقى والرياضات اللي هي ليها علاقة بالإيه؟ بالكورة والكلام دوت، انتوا اللي المفروض تقولوا لنا المعلومات، تمام؟ بطولة أفريقيا لكرة القدم حصلت سنة 2000 إيه؟ 2006، تمام؟ طيب يبقى دي كده اسمها رياضة أو السياحة الرياضية. تعالوا نشوف كده مثال لرياضة الإسكواش ونرجع تاني مع بعض. شفتوا هو فيديو صغير جدا، بس انا ايه هو ايه هي الرياضه دي؟ هو بيبقوا موجودين كده يا اولاد في مكان ومقفول عليهم، وبيجيبوا كره صغيره كده وفي مضارب، كل واحد فيهم هما بتتكون من 2 لاعب يعني، وكل لاعب بيحاول يخبط الكره دي في الحيطه. في مستويات طبعا وفي معايير للعبه وفي شروط للعبه علشان يكسب، تمام. فدي اسمها رياضة الاسكواش، فطبعا وبيحصل بطولات يعني بيعملوا بطولات عليها زي ما انتوا شفتوا كده، وبيلعبوها وبيبقى فيه فايزين واعلان للفائز زي كرة القدم بالظبط. فدي اسمها سياحة السياحة ايه؟ السياحة الرياضية اللي احنا اتكلمنا عنها. طب اخر حاجة عندنا في انواع السياحة هي السياحة الطبية، طبعا من اسمها برضو نفهم هو عايز مننا ايه؟ سياحة طبية يعني ايه يا شباب؟ ها
يعني علاج. ايه ده، بييجوا يتعالجوا؟ دي اسمها سياحة طبية. اه بييجوا يتعالجوا، ودي سياحة يعني بيروحوا مستشفيات، ودي اسمها سياحة؟ لا ما بيروحوش مستشفيات، أما بيروحوا ايه عشان نسميها سياحة طبية؟ طب ايه رأيكم نشوف كده؟ بصوا كده، المكان ده، المكان اللي انا بشاور عليه في السهم ده وطلع منه السهم والصورة والمية اللي انتوا شايفينها دي يا اولاد، عاملة زي حمام سباحة صغير. بصوا كده، بينتشر في مصر العديد من العيون الكبريتية والمعدنية مثل عيون موسى بسيناء. طبعا عيون موسى موجودة في سيناء، ماشي، زي ما انا مشاورة كده بالظبط في السهم ده مكانها. يبقى في مية السائح بيحب يجي يقعد فيها. انا لو كبرت لكم الصورة شوية هتلاقوا في ناس موجودة في حمام السباحة ده، او في اشخاص موجودين يعني، صح؟ طيب الاشخاص دول بينزلوا المية دي ليه؟ حمام سباحة بيرفهوا عن نفسهم؟ لا ده مش حمام سباحة عادي. المية دي يا اولاد ليها خصائص حلوة قوي. ايه هي الخصائص؟ العيون دي عين كده، دي زي ما انتم شايفين دي ميه يا اولاد فيها ميه كبريتيه او ميه فيها معادن مهمه جدا للجسم، بتشفي باذن الله من امراض كتير، بتشفي باذن الله من امراض العظام والجلد، تمام؟ طيب دي نوع من انواع السياحه الطبيه، فهم دي حاجه طبيعيه من عند ربنا. فبينتشر في مصر العيون بقى، طبعا العديد من العيون الكبريتيه والمعدنيه زي عيون موسى اللي موجوده في سيناء. طب ايه تاني عندنا ممكن تكون السائح بيحب يجي يزورها وبيستمتع بيها؟ طبعا عندنا هنا في المنطقه دي برضو واحد سيوه، اللي احنا لسه بنقول قلنا امثله كتير على فكره على واحد سيوه يعني، وهنا في محميه سيوه وواحد سيوه. مالها بقى، مالها واحد سيوه فيها ايه يعني، ايه علاقتها بالسياحه الطبيه عندنا؟ بتقع واحد سيوه جنوب غرب مرسى مطروح، يعني مرسى مطروح هنا كده بتوجد في جنوب غربها بنحو قد ايه، 300 كيلو متر، وبتمثل او يعني بيعتبروها احدى الاماكن المثلى للسياحه العلاجيه، يعني برضو فيها عيون زي دي كده ومياه برضو يا اولاد كبريتيه ومعدنيه، السياح بيحبوا يجوا يقعدوا فيها فتره، تمام؟ علشان خاطر زي ما قلت لكم في امراض الطبيب او الدكاتره بينصحوا الناس ان هم يروحوا للاماكن دي بالذات لامراض معينه يعني، ماشي؟ طيب ايه تاني عندنا هنا في السهم اللي فاضل ده؟ بصوا كده، ايه ده، مالها البنت دي نايمه كده ليه؟ تعالوا نشوف الصوره كبيره. بصوا ايه اللي انتوا شايفينه في الصوره ده يا اولاد، وصفوا لي الصوره كده، ايه رايكم؟ طب وبعد ما توصفوا لي الصوره يعني انتوا شايفين ايه في الصوره يعني، ها ايه رايكم انتوا شايفين ايه في الصوره وتفسروها ايه يعني، البنت نايمه كده ليه يعني، بتلعب يعني، كانت بتلعب ونامت شويه تحت الرمله، اتغطت بالرمله يعني ولا ايه؟ اكيد في سبب، صح؟ طب ما هي مش بنت صغيره بس على فكره، ممكن ناس كبيره كمان بتنام تحت الرمله. انا ممكن اجيب لكم صور دلوقتي لناس كبيره في السن وبتنام تحت الرمله زي البنت دي كده. طب تفتكروا ليه يعني، ايه رايكم، ايه رايكم تفسروا لي السبب يعني، قولوا لي كده ايه رايكم قبل ما مظهر المعلومه، قبل ما اقولها انا. انا متاكده ان انتوا اجتهدتوا وعارفين، او في بعضكم عارف وفي والباقي منكم اجتهد. انا ببقى مبسوطه جدا باجتهاداتكم على فكره، حتى لو مش صح يعني، بس ببقى مبسوطه ان انتوا بتجتهدوا وبتفكروا معايا. تعالوا نشوف كده يا ولاد، الرمال الساخنه الغنيه بالكبريت، مش اي رمله يعني، لا لا لا، يعني البنت دي ما كانتش بتتفسح على الشط وبعد كده نامت راحت عليها نومه، لا، في نوع معين من الرمل يا شباب في اماكن في مصر الدكاترة بينصحوا إن المريض يروح يتعالج ينام تحتيه زي ما انتوا شايفين البنت دي كده تحت رملة الرمال الساخنة الغنية بالكبريت، بيكون ليها خواص علاجية بتشفي بإذن الله طبعا من أمراض العظام وأمراض الجلد زي ما قلت لكم من شوية. فالنوم تحت الرملة دي ليها غرض، ليها هدف، مش أي حد ينام تحت الرملة كده، أو مش أي رملة كمان يعني، مش اي رمله كده نروح ننام تحتيها ونقول اصل انا عظمي واجعني شويه النهارده، لا طبعا مش هينفع يعني، صح ولا ايه؟ لازم الدكتور طبعا ينصحك ان انت تعمل كده. وعلى فكره مش لازم اللي يكون بيروح هناك يكون تعبان، هو ممكن يكون بيروح هناك علشان يعني وقايه،
احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، يعني بيروح يلحق نفسه قبل ما يتعب. فسواء المية اللي انتوا شفتوها في الصورة او الرملة بتكون لها خواص علاجية يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي ايه، هو اللي يعني نعمة من نعم ربنا. طبعا دي حاجة جميلة جدا في مصر، وبالتالي السياح بيحبوا يجوا علشان اما يتعالجوا او يقوا نفسهم، يعني هم لسه ما تعبوش بس خايفين يتعبوا، فبيعملوا لنفسهم وقاية من الايه، من المرض، فبيجوا اما يقعدوا في المياه اللي هي المياه الكبريتية دي والمعدنية، او بيجوا بيناموا تحت الرملة فترة طبعا، وليها طبعا مشرفين وليها متخصصين، وبيقول لك اعمل كذا والساعة كذا والساعة ومدة قد ايه، مش بمزاجنا يعني. تمام، دي اسمها السياحة ايه يا ولاد؟ دي اسمها السياحة الطبية. فالسياحة الطبية مهمة جدا جدا. طيب احنا كده يعني يعتبر خلصنا الدرس، طبعا انا يعني نراجع مع بعض بسرعة قبل ما نروح على المصطلحات. أنواع السياحة، خدنا السياحة الثقافية وخدنا فيها 3 أنواع، سياحة تاريخية وسياحة مؤتمرات وسياحة المهرجانات والمعارض. خدنا السياحة الترفيهية وخدنا فيها 4 أنواع، خدنا فيها سياحة الشواطئ، والشواطئ قلنا ليها خاصة بالبحرين، البحر الأحمر والبحر المتوسط، والسياحة النيلية الخاصة بنهر النيل والتعرف على مدن مصر المختلفة زي ما شفنا الفيديو من شوية. خدنا كمان يا شباب السياحة البيئية اللي ليها علاقة بالمحميات الطبيعية، والسياحة السفاري اللي ليها علاقة بالصحراء. خدنا كمان السياحة الرياضية وقلنا إن الغوص من أمثلة السياحة الرياضية، وخدنا السياحة الطبية وعرفنا أماكن كتير بيروح فيها السياح علشان خاطر يستمتعوا ويقوا نفسهم أو يتعالجوا من أمراض الجلد أو العظام. تعالوا كده نشوف أهم مصطلحات الدرس. الدرس ده فيه مصطلحات كتير على فكرة. أول حاجة خدناها يعني إيه سياحة ثقافية، تعالوا نراجع مع بعض. هي السياحة التي تهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة، صح ولا غلط؟ طيب تاني حاجة من السياحة الثقافية خدناها السياحة التاريخية، وقلنا إن هي السياحة القائمة على زيارة الآثار القديمة والمتاحف المتخصصة. 3، السياحة الترفيهية، قلنا هي السياحة التي بتهدف إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والهواء النقي، وبتشمل العديد من الأنواع، طبعا قلناها من شوية. وسياحة السفاري طبعا هي نوع من سياحة المغامرات التي يقوم بها السائح في المناطق الجبلية والصحراوية، حيث إيه بقى؟ حيث البساطة والمغامرة، هما زهقوا من الفنادق وزهقوا من الرفاهية اللي هما فيها، عايزين حاجة بسيطة يعيشوا البساطة ويعيشوا المغامرة. وخلوا بالكم من السطر الأولاني ده لأنه مهم جدا، ممكن يقول لك أكمل، نوع من أنواع سياحة المغامرات نقط، هي سياحة السفاري، محدش يتلخبط. تعالوا نشوف باقي المصطلحات عندنا. السياحة البيئية قلنا إن هي اللي بتقوم على زيارة المحميات الطبيعية ذات الظروف البيئية المتميزة، ومن محمية طبعا قلناها كتير. السياحة النيلية بتتمثل في رحلات المراكب الصغيرة والبواخر النيلية والفنادق العائمة بنهر النيل، وخاصة فين؟ بين الأقصر وأسوان وكمان في القاهرة. طبعا احنا لخصنا الدرس يا ولاد، وقلنا ان عندنا 3 انواع من او 4 انواع من انواع السياحة زي ما انتم شايفين الشكل دوت، واحنا طبعا راجعناه الاول. تعالوا بقى نلعب لعبة كده، شوف يا ترى اللعبة عبارة عن ايه. بص يا اولاد، اللعبة عبارة عن ان هو دلوقتي هيظهر صورة ببطء، هو بيقول لك تعرف على الصورة اولا ثم اجب، ماشي؟ هو هيبتدي يظهر الصورة جزء جزء، وانت بقى ايه، انت بعد كده هيجيب لك اختيارات وتعرف دي اي نوع من انواع السياحة. يا ترى ده صورة ايه بقى؟ انا عرفتها، عرفتي دي صورة ايه؟ عرفتوها؟ مسجد اهو، صح ولا غلط؟ طب تعالوا ندوس بقى اهو علشان ايه الوقت هيخلص. دي صورة مسجد. صورة المسجد دي بقى يا اولاد سياحة مؤتمرات، يعني لو السائح راح زار المسجد اللي ظاهر لنا في الصورة ده، ماشي، هو عبارة عن سياحة المؤتمرات ولا سياحة المعارض ولا سياحة تاريخية ولا سياحة طبية؟ يلا قولولي في التعليقات بسرعة. ها
المسجد اللي انتوا ظهر لكم، السائح حب يجي يزور مسجد الازهر مثلا، جامع الازهر او جامع عمرو بن العاص، بقت سياحه ايه؟ برافو عليكم، سياحه تاريخيه. ليه سياحه تاريخيه؟ مش احنا قلنا ان المساجد وفي اثار دين اسلاميه وقبطيه، صح ولا غلط؟ تبقى سياحه ايه؟ سياحه تاريخيه، محدش يتلخبط. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده، طبعا الصوره اهي، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، يا ترى الصوره هتيجي بقى ايه؟ ايه يا ترى الصوره دي؟ انا عرفتها، عرفتوها؟ اللي عرفها يكتب لي بسرعه. ها عرفتوها يا ولد؟ تعالوا بقى نشوف يا ترى دي ايه، عشان كده الوقت هيخلص. ايوه يا ترى دي بقى ايه؟ صورة ايه دي بقى؟ سياحة ايه دي يا ترى؟ دي سياحة سفاري ولا سياحة نيلية ولا سياحة طبية ولا علاجية يعني ولا سياحة بيئية؟ ها ايه رأيكم في الصورة اللي احنا اتفرجنا على فيديو ليها امبارح؟ طب الصورة دي عبارة عن ايه؟ عمود فقري الحوت، يبقى اذا محمية اسمها محمية وادي الحيتان، يبقى المحميات. طب المحميات بقى سياحة سفري، زيارة المحميات، ولا سياحة نيلية، ولا سياحة طبية، ولا سياحة بيئية؟ برافو عليكم، سياحة بيئية يا اولاد، صح ولا غلط؟ مش احنا قلنا زيارة المحميات هي سياحة بيئية؟ اهي الصورة اهي كبيرة طبعا زي ما انتوا شايفينها، محمية وادي الحيتان. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، يا ترى الصورة اللي جاية هتظهر لنا أي نوع من أنواع السياحة؟ عرفتوها يا ولاد؟ عرفتوا الصورة دي عبارة عن إيه؟ أنا عرفتها. ها يلا ساعدوني، أنا مش عارفة أنا صح ولا غلط. أيوة بدأت تكمل أهي، إيه رأيكم؟ تعالوا نشوف بقى عشان الوقت، يا ترى دي صورة ايه دي؟ سياحة ايه دي يا ولاد؟ يا ترى دي سياحة رياضية ولا سياحة نيلية ولا سياحة شواطئ ولا سياحة سفاري؟ هي اصلا ايه الصورة؟ الصورة عبارة عن شعاب مرجانية اللي موجودة ايوه على سواحل البحر الاحمر. ايه ده، بحر احمر؟ يبقى السائح هيحب يجي يشوف سياحة الشواطئ ويتفرج على الشعاب المرجانية الجميلة، صح ولا غلط؟ في فرق لما اقول لك سياحه الغوص، سياحه الغوص دي عشان ما تتلخبطش، تمام؟ سياحه الغوص دي تبقى رياضه على طول، ماشي؟ لو قلت لك سياحه الغوص تقول لي دي سياحه رياضيه، انما لو هو هيتفرج على، هيستمتع بمناظر، بمنظر الشعاب المرجانيه، تبقى دي سياحه شواطئ عشان ما حدش يتلخبط. بص شكلها جميل ازاي؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، يا ترى ايه الصورة؟ وانا ممكن ما اكملش العشر اسئلة علشان الوقت، وهنزل لكم اللعبة تلعبوها بقى وتكملوا، يا ترى ايه الصور اللي بعد كده اللي هتجيلنا؟ بصوا كده الصورة اللي انا جبتها لكم من شوية، عرفتوها؟ اهي ايوه، يا ترى دي بقى الصورتين دول سياحة ايه؟ سواء عيون كبريتية أو رمال بنت نايمة تحتيها أو راجل كبير أو امرأة كبيرة، سياحة ترفيهية يعني هم جايين يرفهوا عن نفسهم كده ويتفرجوا على المناظر الجميلة والهواء النقي، ولا سياحة طبية، ولا سياحة رياضية، ولا سياحة ثقافية؟ ها إيه رأيكم يا شباب؟ برافو عليكم، سياحة إيه؟ سياحة طبية، لأن هم قلنا إن بعض أنواع الرمال الساخنة الغنية بالكبريت والعيون الكبريتية والمعدنية، الناس بتحب تيجي تبص حاطط رجله ازاي في المية، حاطين رجلهم في المية ليه؟ علشان ده بيشفى من أمراض العظام والجلد يا ولاد، بإذن الله طبعا، كله بإذن الله. تعالوا نكمل آخر سؤال وبعد كده هنزل لكم اللعبة عشان وقت الحصة، عرفتوها ولا لسه؟ حد عرف ملامح الصورة؟ ها انا بفكر، ايوه
الصورة وضحت شوية اهي. دي عبارة ايه بقى؟ جبتها لكم امبارح، سهلة. دي عبارة عن ايه؟ سياحة ايه دي؟ ها تعالوا نشوف بسرعة عشان الوقت. يا ترى اللي انتوا شفتوه، الصورة اللي انتوا شفتوها دي صحراء وفي جبال وصخور وفي خيام، خيمة. يا ترى دي سياحة ثقافية ولا سياحة ترفيهية ولا سياحة رياضية ولا سياحة طبية؟ طب الأول نشوف الصورة دي ليها علاقة بأي نوع من أنواع السياحة. اسمها سياحة إيه يعني؟ صحراء؟ مغامرة؟ الناس بتحب تتجول في الصحراء، يبقى إذن اسمها سياحة سفاري. اسمها سياحة إيه؟ سياحة سفاري، صح ولا غلط؟ حلوة أوي. طب سياحة السفاري كانت أي نوع من أنواع اللي الأربعة اللي أنتوا شايفينها دول في الإجابة عشان نختار إجابة صح بقى؟ سياحة السفاري كانت ضمن السياحة الثقافية، نوع من أنواع السياحة الثقافية، ولا سياحة السفاري كانت نوع من أنواع السياحة الترفيهية، ولا الرياضية، ولا الطبية؟ ها إيه رأيكم؟ برافو عليكم يا شباب. طبعا من ضمن السياحة الإيه؟ السياحة الترفيهية، سياحة السفاري، سياحة الشواطئ، سياحة السياحة البيئية، السياحة النيلية، الأربعة من ضمن السياحة الترفيهية. برافو عليكم يا أولاد. هنقف لحد كده في اللعبة، وأنا إن شاء الله هجيبها لكم دلوقتي حالا، هنزلها لكم وهنزل لكم لينك الامتحان علشان تحلوه. زي ما اتفقنا إن الامتحان هيبتدي الساعة 6 وهيخلص الساعة 6:30، فنحل بسرعة. طبعا انا مبسوطه جدا جدا ان انا كنت معاكم. اتمنى ان الدرس بتاع انواع السياحه يبقى جميل وتكونوا استمتعتوا بالاماكن الجميله اللي موجوده في مصر. على فكره في اماكن تانية كتير قوي موجوده في مصر، وكل الاماكن دي بتجذب السياح اكتر واكتر ان هم يجوا ويحبوا يجوا. وكل ما نعمل نوع سياحه جديد، يعني لو حد فيكم عارف نوع سياحه جديد ما قلناهوش في الدرس يكتبه لي في التعليقات، انا حابه ان انا اعرف ارائكم. لو في حد فيكم بابا شغال في مجال السياحه او حد قرايبه شغال في مجال السياحه، يروح ياخد منه معلومات. ليه لا يعني؟ علشان تاكد معلومات الدرس، واسال واساله ايه انت بتشوف ايه، ايه الاماكن السياحيه اللي انت بتروحها، ايه اللي السياح بيحبوا يجوا يزوروه في مصر، يمكن يبقى طبعا نعرف انواع سياحه جديده ما ذكرناهاش في الدرس، واحنا كلنا نستفيد وزمايلك يستفيدوا منك. تمام كده؟ اتفقنا يا شباب؟ طبعا انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وبتذاكروا. اشوفكم على خير باذن الله تعالى يوم الثلاثاء اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.